لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل. هو لا غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى، قال: أسطورتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيلة الناس، فلتمتحني الحقيقة. قلت له: إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي حزنه النبوي: إلى أين أذهب؟ قلت: إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال: يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت: دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال: ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحبي. فسألت: كذبت علينا إذن؟ فأجاب: على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد: خذ بيدي أيها المستحيل، وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل.